انطلقت اليوم فعاليات النسخة 11 من المنتدى العالمي حول التنمية والهجرة. هذه النسخة اللي كتنعقد بمراكش جات متزامنة مع انعقاد أول لقاء أو مؤتمر عالمي اللي غينعقد مراكش واللي منظمته في الأمم المتحدة، والذي سيتبنى لأول مرة ميثاق عالمي من أجل هجرة آمنة منظمة منتظمة. إذن كتعيشوا معنا لحظات استثنائية في تدبير كوني لإحدى أهم التعقيدات اللي كيعرفها القرن العشرين، ألا هو تنظيم النزوحات البشرية. كما كتعرفوا أن الهجرة سابقا كانت اختيارية وغالبا لظروف اقتصادية محضة. اليوم وفي السنوات الأخيرة نعيش للأسف هجرة لظروف قصرية، إما لحروب وتطاحنات يا للأسف بشرية، وإما لتفكك وانهيار مجموعة من الدول، وبالتالي المواطنين ما تحسوش بأن عايشين في ظروف آمنة، وإما كذلك لكوارث بيئية طبيعية تؤدي إلى صعوبات اللي البشر ما تقدرش يبقى عايش في منطقة اللي عايش فيها. من هذا المنطلق الأمم المتحدة وبعد تفكير جيد وبضغط إيجابي من مجموعة من الفعاليات مثل المنتدى هذا اللي كتعيشنا معه، اقتنع بضرورة أن تكون الهجرة ضمن أجندة الأمم المتحدة 2015 عندما تم الحديث وتبنت الأمم المتحدة برنامج لتنمية مستدامة 2015. ضمن هذا البرنامج كانت وثيقة أساسية تشير إلى أن الهجرة لها علاقة بالتنمية وتساهم في التنمية. بعد ذلك إعلان نيويورك 2016 واللي كان بالفعل مرحلة جريئة، مرحلة مفصلية، الإعلان حول اللاجئين وحول المهاجرين، واللي أعطى انطلاقة الفعلية والعملية للتحضير والتفكير في ميثاق عالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة. الهدف من هذا المنتدى هو الاستمرار في النقاش، لأن مجموعة من الدول أو غالب الدول اقتنعت بأن نظرة للتحولات في هذه السنوات الأخيرة، كل دول أصبحت دول المنشأ دي بي دوريجين، وجميع الدول أصبحت دول عبور الناس كيدوزوا منها، وجميع الدول أصبحت دول استقبال. المغرب فضل واحد النظرة استباقية لجلالة الملك نصر الله واللي كانت 2013 واللي عطات واحد نقاش مجتمعي كبير، واللي كان آنذاك قام بتنشيط وتفعيل المشروع تاع حقوق الإنسان، واللي صدر واحد الوثيقة تركيبية واللي أكد أن المجتمع المغربي حتى هو كيعرف التحولات، وبأن مئات من الناس اختاروا أنهم يستقروا في المغرب. من هنا جاءت سياسة وطنية مغربية بالهجرة. هذه السياسة كتبنى على ثلاث مرتكزات. المرتكز الأول أنها سياسة إنسانية أولا، بمعنى أنها تنطلق من كل المرجعيات الكونية فيما يخص حقوق الإنسان المتعارف على دوليا. ثانيا أنها سياسة شمولية. ثالثا أنها سياسة قابلة للتنفيذ. من هذا المنطلق وقعت واحد تغييرات كبيرة في المغرب. أول تغيير أنه تم تسوية الوضعية ديال 50,000 مهاجر كانوا في وضعية العيش والاستقرار السلبي في المغرب، وهذا ماشي سهل حيث المغرب ما عندوش الثقافة استقبال الآخر إداريا، ذلك تعبأت وزارة الداخلية وكونت خيبة الأطر وفتحت 71 مكتب داخل كل مغرب في كل أنحاء المغرب، وأن رؤساء المكاتب تلقوا تكوين خاص باش يكون حسن الاستقبال وباش يدركوا صعوبة الآخر وهشاشة الآخر ومعاناة الآخر. وتم تسوية وضعية 50,000 مهاجر. التسوية الإدارية والقانونية فقط محطة، بمعنى آخر أن خصنا ننتقلوا إلى تيسير ظروف اندماج. هنا تغيرت المنظومة القانونية وأصبح أطفال المهاجرين لهم الحق في ولوج المدرسة العمومية، لم يكن ذلك من قبل.
الآن عندنا 7000 طفل من أصول أو من عائلات مهاجرة سقط مغيب هما في النظام التعليمي المغربي، والفوج الأول وصل الآن ما يسمى الإعدادي أي الكوليج. وهذا هنيئا لرجال ونساء التعليم اللي بذلوا مجهودات كبيرة تطوعية باش يمكن يكون اندماج المدرسة اندماج سلس. تغييرات المنظومة باش يستافدوا من الخدمات الطبية كباقي المغاربة. تغييرات المنظومة باش يستافدوا من السكن الاجتماعي المدعم طرف الحكومة كباقي المغاربة. وتغييرات المنظومة باش يمكن يكون عنده ملوج للتكوين المهني باش يمكن إلا بغاو يدخل الأسواق يكون عندهم مؤهلين للتجاوب مع أسواق الشغل. هذه سياسة وطنية، لكن هناك قناعة ملكية قوية بأن أي بلاد ماشي بوحدها تقدر الهجرة، وبالتالي خص تعاون إقليمي جهوي ومن ثم تعاون قاري ومن ثم تعاون كوني. لذلك المغرب حاضر بقوة ما دام أن صاحب جلالة نصر الله هو رائد الهجرة في إفريقيا، وتقدمات أجندة ملكية من خلال القمة 30 اللي انعقدت في أديس أبابا، وكان فيها ثلاث مرتكزات. لأول مرة إفريقيا تعتبر أن الهجرة رافعة للتنمية، إذا انسجام تام وكامل مع منظومة الأمم المتحدة واللي تخلق فيها إجماع بفضل هذا التواجد الملكي وهذا الإرادة الملكية وهذا القناعة الملكية. جوج، أن 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 الهجرة هي من آليات لخلق تضامن إفريقي إفريقي، وبالتالي ما يمكنش فقط الدول الغنية تكون مرتاحة والدول الإفريقية تكون تتعاني، إذا خص تضامن إفريقي، وبالتالي تعاون جنوب جنوب كذلك، أي أن الأسئلة الإفريقية يجب أن يكون لها جواب إفريقي. وهنا كان اقتراح ملكي لأن يكون مرصد للهجرة وأن يكون مقره في المغرب، واللي غيكون عنده ثلاث أهداف: المتابعة للسباق والتفكير. ما دام أن الهجرة هي إشكال معقد يقتضي تفكيرا قبليا لفهم الظاهرة، ما دام أنها تختلف من منطقة من منطقة إلى منطقة على الصعيد العالمي. إذن هذه المقابلة الإفريقية علاش تبنات؟ تبنات أن هناك 32 مليون إفريقي، وهذه إحصائيات المنظمة العالمية للهجرة. 32 مليون إفريقي في العالم، فيهم 16 مليون داخل إفريقيا، أي هجرة إفريقية إفريقية. من هنا يجب أن يكون الجواب إفريقي تضامني في إطار تفاعل جنوب جنوب. إذن هذه المنطلقات كلها علاش؟ لأن الأمم المتحدة تؤكد بأنه إحداث قطيعة تدريجية، ما دام أن الميثاق لن يكون ملزم في البداية، سيكون الاستئناس كباقي المحطات الكبرى في العالم. لم تكن هناك مرجعية ملزمة، كانت هناك محطات لانخراط الدول في هذه المرجعية الكونية. وأولا التأكيد إحداث قطيعة مع تدبير أحادي للهجرة. تا بلاد بوحدها ما قدت وجه توافد ونزوح المهاجرين إلا ما كانش تعاون إقليمي جهوي، وإلا ما كانش تعاون قاري، وإلا ما كانش تعاون كوني. ثانيا هو ملء الفراغ اللي الآن كنلاحظوه مجموعة من الدول اللي أدت إلى صعود القوى المحافظة واللي كتعتبر سياسيا وانتخابيا أن المسؤول والمهاجر، وكتقوم بتخويف مجتمعاتها باش يصوتوا عليها. إذا ما يبقاش هذا الفراغ، هذه المرجعية باش نعطيو للقوى الفاعلة الإنسانية في هذه المجتمعات، غنعطيو مرجعية باش تدافع عليها وأنها تناقش مع الحكومات ديالها، وبالتالي تعتبر بأنه المهاجر إذا كان يعاني من ظروف قاسية اقتصاديا راه بحاله بحال السكان الأصليين في أي مجتمع استقبال. ثالثا مساهمة مع الإعلام وتنوير الإعلام اللي كما قلت سابقا بخلفيات إيجابية، ربما غياب المعلومة وغياب التحليل العلمي يتعاطى مع الظاهرة من منظوم إعلام محض، في حين هي ظاهرة معقدة. الإعلام يجب أن يكون جزء فاعل في التنبيه لمخاطر عدم الاهتمام وعدم تأطير الهجرة. ثالثا وهذا أساسي، مواجهة الهجرة السرية. الهجرة السرية تخدم مصالح اللوبيات وتخدم مصالح المافيات اللي كتدخل أموال باهظة كثر منها، وتدخل كذلك كتخدم في صالح ما يسمى بجمع المنظمة. إذن لمواجهة الهجرة السرية ولتفكيك هذه المنظمات الإجرامية يجب على الدول أن تبنى سياسة وطنية للهجرة. إذن كخلاصة، هذا الحدث اليوم اللي كاين في مراكش، والحدث الثاني للأمم المتحدة اللي غتصادفوه اللي غيكون يوم 10/11، هي منطلق للتأكيد أن المغرب حاضر في تدبير كوني للهجرة، وأن المغرب بفضل الإرادة الملكية قادر على الجواب بشكل متواضع، لكن قادر أن يكون جزء من الجواب وليس جزء من الإشكال. وأن المغرب من خلال مراكش يؤكد أن مراكش بجذورها التاريخية وبإرثها الإنساني هو ملك الجميع بدون استثناء،
مادام أن كان دائما مدينة تلاقح ثقافات وللعيش المشترك بامتياز وقادرة كذلك أن تبقى كما كانت هي عنصر جواب وليس عنصر إشكال.